حرس الحدود، حرس الحدود رغم انه فريق يعني نقدر نقول من اسبوعين ما كانش عنده امل خالص ان هو يعني يكمل في الدوري الممتاز، ان موقفه صعب جدا، عنده 6 نقاط، الموضوع صعب. عبد الحميد بسيوني رجع زي ما تقول كده، الايه الدم بدا يجري في العروق تاني. عبد الحميد بسيوني النهارده شفت روح قتاليه غير طبيعيه للاعيبه حرس الحدود، تحس ان هم بينافسوا على الدوري، مش هيهبطوا، لا بينافسوا على الدوري، روح قتاليه غير طبيعيه. في اول 10 دقائق في المباراه الحرس كسبان 3-0 وكسبان النادي المصري اللي هو تالت الدوري، اللي هو من افضل الفرق في الدوري المصري السنه دي. فاكيد عبد الحميد بسيوني عمل حاجه خلال ال 10 12 يوم اللي فاتوا، والنهارده شفت اداء رائع واداء هجومي والملعب مفتوح وثلاث اهداف في اقل من 10 دقائق. فطبعا اكيد في حاجه حصلت بالنسبه لحرس الحدود. وشوفوا احنا قاعد من 10 ايام 12 يوم قلت لكم خلاص الحرس الموضوع منتهي، المحله الموضوع منتهي. النهارده حسيت ان الحرس لا، رغم ان هو لسه 9 نقاط بعد الفوز النهارده، بس مين عارف يعني السنه اللي فاتت عبد الحميد بسيوني كسب الفرق كلها في اخر 10 12 مباراه في الدور الثاني، لقيته كان بيكسب الاهلي وبيكسب المقاولين وبيكسب بتروجيت وعلى ارضهم، وعمل ماتشات جامده جدا، وكان حرس الحدود موقف صعب جدا وقعد حرس الحدود. هل يقدر عبد الحميد بسيوني يعمل كده السنه دي مع حرس الحدود؟ موضوع صعب، محتاج معجزه، ولكن خلينا نشوف عبد الحميد بسيوني عمل ايه مع حرس الحدود وازاي قدر يكسب المصري النهارده في اول 10 دقائق 3-0. كابتن بسيوني مبروك طبعا الفوز، واكيد انت اسعد واحد في الدنيا بالانتصار ده، اول انتصار على فكره لحرس الحدود السنه دي في الدوري المصري. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا انا برحب بيك يا كابتن كريم وبكل مشاهديك. بقول في الاول مبروك لنادي حرس الحدود، مجلس الاداره الجديد بقياده قائد قوات حرس الحدود سياده اللواء احمد ابراهيم، وباقي مجلس الاداره بقياده سياده اللواء صفي نائب رئيس النادي واللواء مجدي وباقي اعضاء المجلس المحترمين. مبروك للجهاز الفني، ومبروك الاول والاول والاول لكل الناس اللعيبه يا كابتن كريم النهارده اللي شفتها زي ما حضرتك قلت قتلت روح كبيره جدا. انا الفتره اللي فاتت يا كريم كل كلامي وتعاملي مع اللعيبه دي كيان نادي حرس الحدود والاسم الكبير اللي المفروض نغير عليه ونحطه في المكان الطبيعي. وزي ما انت حضرتك قلت يا كابتن كريم النهارده لو اللعيبه دي شوف ادائها ده وقتالها ده وروحها ده وفوزهم على نادي محترم ونادي كبير النادي المصري بقياده الجهاز الفني كابتن حسام، فبالتالي عندهم يعني مش عندهم بس، كانوا محتاجين مكسب، محتاجين ثقه. الثقه دي كانوا فاقدينها، كانوا حاسين انهم مش قادرين يكسبوا، محطوطين تحت ضغوط. انا شلت عنهم الضغوط دي كلها وحاولت بقدر الامكان ان انا اخليهم يلعبوا كوره انهم يقاتلوا. انا بطلب منهم رقم واحد يقاتلوا ويكافحوا على اسم النادي ويكون عندهم من الاصرار والعزيمه انهم يعملوا اقصى جهد عندهم، اما التوفيق ده بتاع ربنا سبحانه وتعالى. وعشان النهارده بدانا على الضغط المصري جدا، انا بدات من اول، انا يعني قسمت المباراه مع لعيبتي على منحنيات، يعني اول ثلث ساعه كريم طلبت لعيبتي ان احنا نضغط ضغط عالي من قدام على لعيبه النادي المصري بحيث يبقى عندنا كثافه هجوميه. المصري مميز جدا بالتحضير فنفقده الميزه اللي عنده، وبالتالي تواجدنا الكثيف في ملعب في نصف ملعب النادي المصري ادانا افضليه ان احنا لما كنا بنروح للجون كان بيبقى عندنا عدد، قدرنا نحرز 3 اهداف في 10 دقائق، ويمكن الهدف اللي جه في الحدود يمكن باقدام لعيبه الحدود، التركيز كان عالي عندهم قوي، الاصرار كان عالي عندهم قوي. مجلس الجديد داخل بروح كبيره والجهاز الفني واللعيبه كلنا متكاتفين ان احنا يا كريم نعمل اقصى جهد ممكن مطلوب مننا، وان احنا نقاتل في كل مباراه، نقاتل بعد كده النتائج والتوفيق بتاع رب سبحانه وتعالى. انت ممكن تكسب ماتشاتك اللي جايه كلها وممكن كل الفرق اللي فوقيك تكسب الماتشات برضه ويبقى الوضع بيتأزم زي ما انت شايف كده، انما كل اللي بنطلبه ان احنا نجتهد ونتعب، وكل مباراه بناخدها تحدي، احنا ما عندناش اللي نخسره، احنا بنلعب باسم كبير وكيان كبير. يمكن تكون النهارده الثقه ترجع للعيبه النهارده ويصدقوا انهم قادرين، دي اللي كانوا مفتقدينها يا كابتن كريم. فالحمد لله والشكر لله على المكسب النهارده اللي هيدينا حاجات كتيره جدا. هيدينا ثقه في اللعيبه دي انها تقدر تكسب. انت بتكسب فرقه مش عاديه، انت بتكسب اللي هو النهارده لو كان كسب كان هيبقى تاني الدوري للنادي المصري. بالظبط. انت ما انتش بعيد عن الفرق، انت عندك فرق
زي الشرطه بتقاتل، وعندك الاتحاد، وعندك المقاولين، وعندك اسوان، كل ده ممكن يبقى موجود معاك لو انت كسبت ثلاث اربع ماتشات ورا بعض تنقلك لقله ثانيه خالص. فده اللي هنلعب عليه. المهمه صعبه وطبعا غير السنه اللي فاتت تماما، لان السنه اللي فاتت كان يا كابتن كريم الوضع متشابك بين سبع ثمان فرق، كان بين كل نادي وبينهم نقطة أو نقطتين، فكانت نتيجة مباراة واحدة كانت بتعديك ثلاث أربع مراكز، ونتيجة مباراة تخسرها ترجعك ورا ثلاث أربع مراكز. أما الوضع السنة دي مختلف تماما، أنت بتتكلم في تسع نقط، بتتكلم في 14 نقطة، بتتكلم في 19 نقطة، بتتكلم في 22 نقطة. يعني دي الفرق اللي فوقيك على طول يا كابتن كريم. أكيد أكيد. إنما الكرة علمتنا يا كابتن كريم إن ما فيهاش مستحيل، إن إحنا هنقاتل ونعمل أقصى جهد ممكن عندنا، إن إحنا ناخد كل مباراة بنفس هذا الحماس وهذه الجدية وهذا الروح القتالية العالية جدا جدا اللي أصبحت موجودة عند الفرقة، ونسيب التوفيق لربنا سبحانه وتعالى، لأن أنت برضو مين كان يتخيل إن يبقى عندك ثلاث أهداف في أول 10 دقايق يا كابتن كريم؟ بالظبط. أه، أنت خلصت الماتش في أول 10 دقايق. خدت بال حضرتك. فإذا كرة القدم فيها كتير وفيها كتير، بس المهم انت نفسك ما تدورش غير على نفسك، لان مفيش حد هيساعدك الا مجهودك وإصرارك. افكرك بحاجه اتفضل يا كابتن. الدور الاول ماتش المصري والحرس، انت كنت لسه مدير فني لحرس الحدود. بالظبط. كنت كسبان 2-0 برضه، وبعدين المصري رجع 3-2 في الاخر. تمام. بس فاكر؟ عارف طبعا يا كريم. يعني انت اكيد وانت بتدير المباراه كنت حاطط في دماغك هاجس المباراه الاولى. طبعا وده اللي انا عملته بين الشوطين مع لاعبتي. اولا المباراه الاولى يا كريم كانت اللاعيبه حتى وهي كسبانه 2 كانوا خايفين. ايوه كانوا خايفين لا يخسروا وخسروا. النهارده بين الشوطين ذكرتهم بنتيجه المباراه الاولى وعرفتهم قد ايه ان انت بتلعب فريق مش سهل، لو انت اديت فرصه ان هو يحرز هدف ثاني في بدايه الشوط الثاني هتصعب عليك المأموريه وصعب عليك المهمه جامد جدا. لازم نهدى ولازم يكون عندنا ثقة وقتال، كأن المباراة 0-0، أنت بتنزل المباراة وإحنا بندور على إزاي نكسب. علشان كده كنا موجودين في ملعب النادي المصري الشوط الثاني، وصلنا المرمى حارس نادي المصري بكورتين كان يعني فيهم عدم توفيق، كان عندنا نسبة استحواذ في نهاية المباراة، يمكن يعني عايز أقول كمان الروح القتالية ودتنا استحواذ في النهاية. إن إحنا كنا بنعمل المصري بيلعب ناقص لعيب، بس ما كنتش تحس انه ناقص لعيب، فبالتالي كانت مباراه متكافئه فيها الكفاح وفيها. طيب سريعا كده وعايزك تكون صريح معايا يا كابتن حسام، كان في نقاش ما بينك وما بينه وبين الشوطين في الطرقه قبل عند غرفه الملابس؟ اه. ايه اللي حصل؟ ما فيش، احنا كنا بنتكلم على 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 كام كوره في الملعب في الملعب يا كريم. ان في لعيب بيبقى واقع. احنا دايما بنقول ايه، مباريات مصر وحرس الحدود دايما الروح الرياضيه بتبقى فيها عاليه. كنا بنتكلم ان احنا في الوقت ده لازم احنا نبقى مع بعضنا من بره، بنخد الناس من بره، وكابتن حسام اتكلم يعني مع لعيبته في الحته دي. فكان عندنا احنا الاثنين ان احنا انت عارف يا كريم انا مش عايز اخد في الحته دي عشان كان فيها حاجه بسيطه جدا، انما عايز اقول ان كابتن حسام من حقه يقاتل على النادي، وانا بسوني من حقه يقاتل على النادي، لان احنا بنكافح كل واحد في مجاله وكل واحد مع فرقته. أكيد. انما الروح الرياضيه بيننا، انا من كابتن حسام من الناس اللي انا بقدرها وبحترمها جدا، فالامور الحمد لله والشكر ما خدتش اكتر من جو الملعب يا كابتن كريم. اكيد. مبروك يا كابتن باسيو، وبالتوفيق ان شاء الله في اللقاءات القادمه بالنسبه لحرس الحدود. والنهارده فوز كبير، وهشرح لكم سريعا كده في دقيقه ليه المصري خسر. طبعا مش عايز اقلل من الحرس الحدود، الحرس بدا بدايه قويه جدا، وزي ما قال كابتن باسيو ان هو كان بيضغط من قدام على دفاعات النادي المصري عشان المصري ما يحضرش هجمه، ما يحضرش كوره، والكوره تتقطع بدري، فده ادى افضليه لحرس الحدود وخلى حرس الحدود فيه طبعا في جول في توفيق كبير جدا اللي هو الجول الثالث، في توفيق كبير جدا الكره تعدي بالشكل ده، ولكن في بدايتها اساسا كانت الكره جول اللي هي خبطت في العارضه او في القائم مرتين رايح جاي. فالمصري النهارده احساسي وانا بتفرج على المباراه ان النادي المصري لعبته مستسهله الماتش، نازلين هنلاعب حرس الحدود، خلاص حرس الحدود مفيش امل، واحنا المصري وبنكسب اي حد والكلام ده. فالكلام ده في الكوره غلط. لازم اللعيبه تبقى مفيش حاجه اسمها انا كعبي عالي على الحرس، انا احسن الحرس في الفتره الحاليه. لا، لعيبه المصري النهارده كانوا مستهترين جدا 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 بفريق حرس الحدود، ما بداوش بتركيز، ما بداوش بقوه، كانوا حاسين ان هم ممكن يكسبوا في اي وقت، فاتلطشوا ثلاث اجوال ورا بعض في 10 دقائق الماتش خلص.
وفي نفس الوقت في يعني لعيب الكوره بيبقى عارف الكلام ده والمدربين. في وقت من الاوقات وانت خسران وانت بادي وحش عايز ترجع نفسك تاني للماتش، مش هتعرف ان انت بدات وحش، وبالتالي الفرقه الثانيه ركبتك او خلاص سيطرت على الجيم اللي هو فريق حرس الحدود. هارد لك للنادي المصري، وده درس كبير جدا للاعيبه النادي المصري. النهارده بعد الخساره كان عندهم فرصه ان هم يكونوا في المركز الثاني مؤقتا لغايه ما الزمالك يلعب لقائه المؤجل، ولكن لعيبه المصري ضيعت الفرصه. والنهارده لعيبه حرس الحدود رجاله جدا، واثبتوا مع عبد الحميد بسيوني ان الكوره ما فيهاش مستحيل. لا لسه الكوره، انا كنت النهارده هطلع اقول لو الحرس خسر خلاص الحرس نزل والكلام، النهارده الحرس غيروا المفاهيم شويه في دماغي، حسوني لا الكره فيها مستحيل. خلينا نشوف جدول الترتيب كده بعد ماتشات النهارده، وفي ثلاث لسه ماتشات بكره ان شاء الله. يعني بعد النتائج ماتشات